السلام عليكم، اليوم جايبكم مقطع جديد. اليوم راح نجرب سيارة جديدة، اخيرا نزلوا سيارة جديدة. احنا غالية شويتين يا شباب، يعني نسوي بعد. اول شيء حاب نشكر هذا الشخص اللي قدامكم، لان ثاني شخص يدعم ببطاقة شكرا. ايش بطاقة شكرا؟ ما ادري كل البلدان متوفرة ولا لا. شكرا عبارة عن دعم مادي كنا دونيشن، لكن مقطع غير بث مباشر، يعني عجبك مقطع اذا تدعم مبلغ مادي، فهمتوا؟ فشكرا لهذا الشخص اللي اسمه مالك، الله يسعدك. وفي شخص قبله نسيت وش كان اسمه، بس قد دعمنا على مقطع ركت لي قديم ونسيت احفظ الصوره، عجزت اطلع كومنت حقه، والله عجزت. بس شكرا لاي واحد دعم، سواء باشتراك سواء بلايك سواء كومنت سواء شكرا سواء انتساب، الله يسعدكم جميعا. وشكرا حتى اللي يشترون من موقع كايزن اللي بيكون في الوصف، اللي يبغى يشتري اغراض. يعني طبعا في لونين للسياره، هذا اللون الاول الاحمر وهذا اللون الثاني وهذا الثالث، مو باللون هذا شكل، يعني قلت الازرق يعني مو مره، يعني كلها نفس العيون ونفس ذا، وزياده 400 كريدت. وفر ال 400 كريدت، والله ذي السوح ذي والله جامده، عجبتني ما ادري ليه صراحه. ما تابعت الانمي هذا او الكرتون. يوم خلونا ندخل على الكوب 2v2. اصبروا، ايش رايكم ندخل 1v1 جيم واحد بعدين 2v2 شوف كيف اللعب. طبعا يعني بدون ما حد يسال، يعني من زمان ما لعبت روكت يا شباب، اخر مقطع يبين يعني كيف كان لعبي بدون احراجات شباب. سياره لها عيوب، سياره تشوف المرمى خلاص من الاخر. يعني عندي تحدي على هذا المقطع، اذا وصل المقطع هذا 1000 مشترك زياده على القناه راح يكون في قبوي في المقطع الجاي باذن الله. فاللي ما اشترك يشترك، يفعل زر التنبيهات، لان في ناس ترى يجون يكتبون مثلا في سلوم ولا روكت ليج ولا ذا ما يشتركون، اشتركوا يا شباب خلونا نوصل مليون يعني بسرعه. والله اذا وصلنا 1000 مشترك باذن الله في قبوي حلو كذا بسيط بيعجبكم. 1v1 سيتويشن. اوكي 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 تكفى. يا ساتر، انا اسف يا طلال، اسف والله والله اسف. يتاخر مره يتاخر مره، لا لا هدف طبيعي، هدف جدا. طيران حقي تعبان، زي تعبان زي نتي، والله زي نتي زي نتي، ولا يعني زي نتي. اوكي خليتي ساكت، تكفى. تسبيك تسبيك، عاد بعيد بعيد بعيد، مستحيل 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 مستحيل. ايشو ما يمدي ادبه صح؟ والله بعيده، والله بعيده قهر. ايش ابلو هو؟ شوفوا لو سجل هدف انفكت السبحه، والله كان الطيران بس سمع الصوت. يا ساتر والله هو طرب، ليش انا توني اركز الصوت؟ والله طرب يا اخي السياره، ما ادري وش ال سياره ما ادري وش ال بغيت اقول بيت بوكس، هيت بوكس حقه يعني، هل هو دومينوز ولا بريك اوت ولا وش؟ ما ادري والله. الجول ودينا على 2v2 يا شباب، بك جاءت حظ الاتي بس كانت ايه، حسبي عليكم يا ركت ليك. ما ادري ليش قالوا تريد، والله العظيم شيء يقهر. يعني شيكو تكلم عن الموضوع كامل في مقطع، روح صار بدي كانت كويسه الحمد لله. الو ايش سوى هنا؟ ما ادري والله، هجتها شباب هجتها، كان ناوي يسوي حركه بس ما ضبطت. العب العب العب، ايش تلاقي اللي قاعد يجي يوم جيت اطق الكوره ليه؟ تغلط عليه ليه؟ اوكي الله خوينا الخمني، نايس شوت قطعها، بس انه جابوا العيد يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد. قاعد اوخر عنه والله، نايس نايس شوت، انا نطيت زي كذا ابو كلب، ابغى اوخر عنه. يو الحمد لله اقوى نشبه. والله عطاوي تحت جي جي، والله جيم سريع، والله جيم سريع مره ذا، يا ساتر جي جي. والبليد جيم اول 2v2 دن، جيم اول 1v1 دن. الا اللي يشوف المقطع يعني ما سوى اشتراك، يعني خلينا نوصل 1000 مشترك على هذا المقطع بس، جيم واي بيعجبكم باذن الله. خوينا نفسه نايسات نايسات نايسات، والله نايسات. جات النية اني اطقها بس اوكي صدم خوية. لا 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 برا برا، والله حسبت شات، والله حسبت شات يا عمري يا عمري يا عمري. كريت بس تفهم يا واد، ساتر والله طارت 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 الطيارة، طارت طارت الطيارة طير. اوه والله تركها، الو نشت بس عيون خلاص ما احتاج اناظر، انا ما ادري شلون مر زي كذا، والله ما ادري، والله سلكت معي يا شباب بس الحمد لله. تبليك تبليك ما عندي انا، تبليك ما عندي، روح يا خوي الله يقولك. لا يا اخي شوت على طول، والله حرام والله ضيع. يا ساتر
لا 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 والله توقعت بيشوت، والله توقعت بيشوت، والله شوفوا كيف، والله في اكلي يعني صراحة. لا لا ضعت. كلوزون والله شوتي مخيسة، زي الهدف اللي جاب على المرمى، زي الوزنية بالضبط. للحين انا ما ادري عشان يقاطع اللعبة كثير، طيراني صاير مخيس وذا، والله لعبي صاير مخيس مرة يعني، اعتذر بس عاد شو نسوي يعني. سيف والله، والله سيف وات سيف يا اخي بطل، والله لك يا خوي عاد، والله لك. ليش الفلسفة؟ ليه ليه؟ جيجي فيصل از توكسيك. ايش توكسيك يا فيصل؟ لا والله تشامبيون وان ديفيجن اي في. يلا يا خوي بسم الله وعلى بركة الله. ليش طيرت انا زي كذا؟ ما ادري، طيراني كان رخيص، انا اسف. شو يا ساتر يا ساتر خوي، تكفى. لا تفيك لا تفيك. ايوه ايوه ريد ريد، تكفى شوتي خوي. لا يا الايم، اتوقع انه كان يبغى يناول، اتوقع لمسه مخيسه ضعيفه. العب العب العب، والله قذيفه، ما كنت متجهز يعني، كان يمدينا صدها بس طيراني يعني. اتعودنا على السياره شباب، صدق السياره يا اخي اجست اعرف هيت بوكس حقه والله. هدف، والله صدها، الحمد لله اني موجود. والله يا خوينا ثبت لهم تفهم. جربها بس، خلها يطق اي شيء، يعطيني بأس بس جربها كذا اي شيء. شوف اعطيته كذا بس تهويشه. شوف التهويشه والله جامده. العب العب العب، هذا وش صدم خوينا ما بقايل. والله صدم خوينا صدمه يا ساتر. اوكي اوكي بعدين بعدين، شو نخرب هذا البوست. صدم خيسة بس عاد شو نسوي؟ لا 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 بشوت بشوت، تكفى شو يوقف لك، ما مع بوست والله، شكلي انكبته ما مع بوست والله. الطقة ذي يا ساتر بغيت اشطفها شطف. الحمد لله، لا اله الا الله، لا الحمد لله مو بهدف. والله ناشبين، والله ناشبين يا ساتر. خوينا ايش النطة ذي؟ اسمع لي، اخ الغبنا اخ، والله هدف غريب كذا ما ادري شلون، والله خسارة ما والله ضيعنا واجد، والله ضيعنا واجد، لازم ننهيها بجيم اخير. والله اكتشفت اني ما اعرف العب الا بالفينك والاوكتين، بس فينك اوكتين ولا ما اعرف العب، ما ادري ليش. يعني السيارات الثانيه اذا جيت تجربها قسم بالله لعبي حوم الكبت. سعد شو نسوي؟ لازم تجارب سيارات شباب. امشي كانك تعطيني اسست يا خوي، تكفى يمين. ابغى ادخلها كوبري يعني، كيف كوبري ما ادري. ما اتكلم والله، عيب اتكلم بهذا الهدف، المفروض انه مو بهدف. نفس الرفسه اللي والله انا ماني متكلم يعني، صديتها بس خوينا رفسني. شوف العب العب العب، ايش فيه شاد حيل هذا؟ عطنا عطنا خير. والله زرفته، والله زرفته، ما استحي يعني، بس يعني كانت برا كانت برا يعني، واذا جت عارضه قالوا ليش خليت. بشوف ذي الكوره كانت قريبه من خوينا ولا خوينا هذا، خلينا نشوف. خوينا شطفها من جنب، ما عليه ما عليه ما عليه، تصير تصير يا خوي. عيال الاهداف المخيسه تجي، الاهداف المخيسه تجي لانها غير متوقعه. يا انا ما طرت هنا، شفت كلهم طايرين، قلت لا خلني اصير باك اب، يمكن يطقونا في العارضه بعدين ترجع كالكوليتد لو كالكوليتد، حتى ما شفتها حتى ما شفتها، خلاص وقفت كذا بالمخ يا ابوي بالمخ. يا ساتر. عطنا كوره خوي، عطنا. والله ابغى يديه، انا كل شوي ارسل للفضاء وارجع اشيك. روح يمين يمين يمين، تكفى يمين. كريت
والله يا امام والله يا قالب والله يا استاذ. وي خل نشوف خل نشوف اللي بيسوي فيك. واتس ليه واتس يا ساتر. ايوه ايوه كمل كمل يا اخوي تكفى كمل كمل كمل. جيجي يا البلاد يعطيكم العافيه على المشاهده. اللي ما اشترك يشترك في زر التنبيهات، لا تنسوا تحدي 1000 مشترك على هذا المقطع. اشوفكم على خير، سلام.